كنا محتاجين ان احنا نسمعه وتقدم لنا بيه نصايح بحكمتها في الحياه. استخدمت فلتر عملت بيه عيله كامله، عيله تيتا بطه، الجده والام والبنت الصغيره وكمان مرات الابن. قدرت من خلال الشخصيات من العيله دي انها تنقل لنا مشاكل وتفاصيل بنعيشها كل يوم وتقول لنا ايه النصايح اللي ممكن تقدمها لنا. كتير مننا مشتاق لها. النهارده معانا بطل التعيلة تيتا بطة، صانعة المحتوى روفي شنات اللي منورانا في استوديو أهلا بستات، وهي اسمها الحقيقي رحاب. خلونا الأول نرحب بيكي يا روفي. منورانا يا روفي. ميرسي، ربنا يخليكي. منورانا يا روفي، كل سنة وحضرتك طيبة يا فندم. ده نور. ايه الجمال ده؟ ربنا يخليك. تحبي بقى نقول لك في أربع شخصيات اللي أنت عاملاهم دي؟ نندهك بأني شخصية؟ يعني هي روفي بس هي تيتا بطة هي كانت الأساس بالنسبة الرئيس لنا. هي عماد ال طبعا الأسرة كلها، مش البيت، الأسرة كلها. شجر الام. فانت روفي. ده انت روفي. وروفي الشخصيه اللي جوه برضو عيله تيتا بطة. في شخصيه من الشخصيات اللي هي بتمثل الجيل بجد بتاعنا. يعني ساعات كده بتبقى شبهك شويه. بس يعني احنا عاملين اجيال، يعني انا عامله فيها اجيال عشان كل جيل بيخاطب الجيل اللي بقى الفئه اللي قريبه منه اللي شبهه. طيب روفي بقى، من الهندسه للتمثيل لصانعه المحتوى، ايه اللي خلاكي تنقلي من الهندسه للتمثيل؟ هو انا التمثيل الهندسه اوريدي دخلتها ككارير عشان لازم الست يبقى عندها كارير وعارفه مجال التمثيل ده مش مضمون وعايزين يبقى بالظبط، فكان لازم يبقى معايا شهاده علشان اشتغل بيها لو ما حالفنيش الحظ. ما قدرتش ادخل مجال التمثيل ده غير بعد مرحله لما قدرت اسس اسره وبيت وعيالي كبرت شويه فابتديت اشوف حلمي بقى اللي انا نفسي اعمله، فابتديت ادخل في السكه بتاعت التمثيل دي واشتغل في موضوع صناعه محتوى ده، بس بعد شويه ابتديت فيه متاخر يعني. لا بس برافو، عامله شخصيات جميله. واحنا عايزين كمان نفهم كل مشاهدينا شخصيات تيتا بطة للي ما يعرفهاش. طبعا شخصيات جميله جدا. هي انت عامله اربع شخصيات مظبوط؟ هما هي تيتا بطة هي الاساس. ايوه تبقى صاحبتك قوي تيتا بطة دي، تبقى صاحبتك قوي يا شيف حسن. اكيد طبعا. يا ريت نعرض صورتها تيتا بطة. طبعا تيتا بطة اول حاجه، اول شخصيه معانا عشان تعرف شخصيه رحاب. اول حاجه تيتا بطة. دي اللي هي الجده وهي اساس المسلسل او المحتوى كله. دي وش السعد بالنسبه لي، ودي الاساس. هي دي تيتا بطة الفلتر اللي انا كنت بستخدمه. هي دي تيتا بطة وهي نفسها روفي اللي هي رحاب، هي اللي عامله شخصيه تيتا بطة. هي احلى والله. انتوا الاثنين قمر. ربنا يخليك. دي هي اساس المحتوى بتاعك واللي بداتي بيه المحتوى. بعد كده روفي. ودي عادي، دي بنت، يعني دي ممكن تكون دي بنتها. بنتها. اللي هي الطبيعيه. طبيعيه. مفيهاش اي حاجه. تمام. دي تاني شخصيه مثلتيها. لما بنتكلم حاجات عيد الام، حاجات المشاكل البنت ومامتها وكده. ومين دي بقى؟ دي شقيه، شكلها شقيه. دي اللي بتتخانق مع حماتها طول اللي هي برضه رحاب برضه. روفي بقى يا شيخ. روفي ماشي، روفي ماشي. دي كاميليا المفروض اللي هي مرات ابنها، اللي هي نائر ونقير معاها طول الوقت، خناقات بقى وبنشوف خناقات الحما مع تيتا بطة. مع تيتا بطة، خناقات الحما ومرات الابن. مرات ابنها. ودي زيده. ودي زئرده اللي هي برضه زيده بقى، دي الحفيده الصغيره اللي بنتكلم في خلالها في مشاكل ولاد. لا قلديها. احنا عايزينها يا عمو حشن. دي شقيتها بتقول. ايوه كم بعدين؟ ما احنا هتسالوني عليها هنتكلم عليها شويه، بس يعني هي الحفيده يعني. المفروض ان انت عاملاها عندها قد ايه؟ هي عندها سبع، يعني المفروض سبع، خمس لسبع سنين تقريبا. أيوة. وروفي شخصيه روفي سنانه بقى خلاص، اللي هي من سنانه اللي هو الثلاثينات يعني. ماشي كتر خيرك. ماشي ماشي. روفي وكاميليا الاثنين هو الجيل بتاعنا، اللي هو الجيل بتاعي بقى. يعني ازاي قدرتي تكوني الشخصيات دي وابتكرتيها ازاي وتركبوا مع بعض في بيت اسره عائله ازاي؟ هي الفكره كانت الاساس من تيتا بطة، من حبي في شخصيات الجدات، من حبي في جدتي كمان. من كتر ما انا مصدقه يعني تيتا بطة دي حقيقيه. يعني هي يعني روحها حقيقيه، هي روحها روح جدتي. لكن هي شخصيه زي ما في التمثيل بنعمل شخصيه بتكون على ورق وخليناها لحم ودم. لكن هي روحها روح الجدات، جدتي وكل الجدات المصريه بالظبط. اللي دلوقتي ما بقتش الجيل الجديد مش حاسس اهميتها، اهميه الجده ودورها في البيت يعني بالظبط. فانا من خلال تيتا بطة ناس كتير قوي اللي فقدت جداتها بتترحم عليها وتفتكرها، وناس اللي عندها جداتها وما بقاش الجيل الجديد ما بقاش مرتبط قوي بالجد والجده زي الاول. فاحنا صحيح. بنقول هنا ان قد ايه دورهم مهم ونصيحتهم مهمه.